أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله ويقول بالنسبة للوالد إذا دعا على ابنه، ما حكم ذلك وما هي وصيتكم لبعض الآباء الذين يدعون على آبائهم بالهلاك، على أبنائهم بالهلاك؟ لا حول. ينبغي للوالد أن يرحم ولده ولا يدعو عليه بالهلاك ولا بشيء من المكاره، لأن دعوة الوالد مستجابة، فلا يدعو على ابنه على ولده ويرفق به ويرحمه. نعم.